كم من بلية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك، لأن الكتاب مسطر فيه كل صغير وكبير، وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر، الكل مسطور ومقيد ومكتوب تجدوه عند الله. روى البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أي العبد أيمن منه عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم أي في الدنيا، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم أي في الدنيا، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة لن تضيع. لما رأى أحدهم أم المؤمنين عائشة تتصدق بتمرة فكأنه تقال لها، فقالت: ألم تقرأ قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ قال: بلى. قالت: إن فيها ذرات خير كثيرة، لا تحقرن من المعروف شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق بابتسامة مشرقة ودودة، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أطعمت قطة أو سقيت كلبا أو ابتسمت في وجه فقير أو أحسنت إلى مسكين أو أرملة أو مريض أو أزحت أذى عن طريق المسلمين أو لم تؤذ جارك أو لم تؤذ مرؤوسك في العمل أو لم تؤذ جارك أو لم تؤذ مرؤوسك في العمل.